كوكو لي زامي، على سلامتكم ومرحبا بكم في كوزينتي مع جومبو. بمناسبه حلول شهر رمضان المبارك نقول لكم صحه رمضانكم وتصوموه بالصحه والهنا. لاغوسيت اللي جبتها لكم اليوم هي الحريره، سلطانه المائده في الغرب الجزائري. مكاش دار في الغرب ما يطيبوش الحريره في رمضان، واليوم اروحوا معايا نوري لكم كامل لي ديتاي تاع الحريره. يلا نبداو. راهم هنا قدامكم كاع المكونات اللي نحتاجهم في الحريره تاعي، من لحم خضره وتوابل وكل شيء راه جديد وفريشكو. وهاد المكونات راحين يفوتوا عليكم على مدار الفيديو وتزيدوا تلقاوهم تحت الفيديو في الديسكريبتيف. نجيب الكوكوطه نتاعي ونحط فيها طريفات نتاع اللحم مغسولين، البصل، الطوماطيش وزروديا، كل شيء مقطع كبير ما يهمش. نزيد ديك الكميشه نتاع الحمص وربطه مليحه نتاع قزبر وغصينات نتاع كرافس. في الاصل الثوم ما يديروش في الحريره، هادي برك لاطوش نتاعي. نتبل بالفلفل الكحل، الملح، فلفل عكري، زعفران، كركم والكروية اللي هي الأساس في الحريرة. نزيد عود قرفة شلوه بيان سور، والطومات كونسنتري وزيت. برك ملاحظة، الحريرة تقبل بزاف لي طومات، دونك ما تخموش. وكما شفتوا درت كل شيء بارد في بارد بلا تقلية بلا والو، وصدقوني ديماغاج أفخوا في بعض الأطباق يمد غيزولتا هايل. نمرق أوتر ونحط الكوكوطة نتاعي 45 دقيقة على نار متوسطة، وها راهي طابت. هنا نصفي هذاك الحشيش، نقلع العود تاع القرفه ونجبد اللحم والحمص. ملاحظه صغيره للناس اللي ما يبغوش يطيبوا في لاكوكوت، تقدروا تطيبوا الحريره نتاعكم في القدره، برك تزيدوا لها نص ساعه هكذا باش تتاكدوا بلي اللحم طاب لكم مليح. نميكسي البويون تاعي ولازم الخضره تنطحن مليح. نعاود نردها فوق النار حتى يعاود يرفد الغليه، وهنايا مازال البويون تاعي ما ولاش حريره، مازال يلزم له اضافات واحد اخرين باش تبان الحريره نتاعنا. الاضافات هادو هما هاد لي زيبيس اللي غادي نزيدهم درك. ندير سكنجبير، الكرويه، حبه حلاوه بودغ، القرفه مع الكبابه اللي هما كامل توابل حلوين وهادين، ونزيد كيس جامبو ميكس مرق الخروف بالتوابل والاعشاب باش نعزز البنه في الحريره نتاعي. نحرك مليح التوابل ونخلي البويون تاعي يغلي واحد الخمس دقائق باش كلشي يندمج مع بعضه. وفي داك الوقت نربي الفرينه تاع الحريره، هكا يقولوا في وهران، وهاد الفرينه هي اللي راح تعقد لي الحريره نتاعي. نخلط الفرينه مع الماء بالميكسور حتى يولي كيما العجينه تاع الكريب، ونبدا نزيد الميلونج على البويون تاعنا بلا ما نحبسو ما تحرك باش تتشكل معايا الحريره وتعقد وتعطيني القوام الحريري ولا كونسيستانس اللي منهم جا اسم الحريره. مهم بزاف تحركوا بلا ما تحبسوا في المومون اللي تكونوا تعقدوا في حريرتكم باش ما تلصقش الفرينه في الفون تاع الكوكوطه. ولا توش فينال هي تنسمو حريرتكم بربطه كبيره نتاع قزبر وزوج طرونشات نتاع الليم، وتنقصوا النار على حريرتكم، لازم تكون النار قليله، وتخلوا ديك الفرينه طيب واحد الخمس دقائق. واكثر حاجه تتوالم مع الحريره هي البوراك ولا البسطيله. انا اليوم خيرت نديرها مع بوراك باللحم. الله الله، نلوي البوراك نتاعي ونقليه باش نجو كيف كيف مع حريرتنا. نطفي على الحريره ونصفيها من القزبر والليم، ونزيد عليها الحمص واللحم اللي فتتناه. ولو كان تشم وشراني نشم الريحه راهي تشهي ما نحكي لكمش. نسربي حريرتي في لا سوبيير، ومع تالي نقطع عليها شويه نعناع فخي. ضروري النعناع هو مكون ماشي برك الزواق. نحط البوراك ودرك نخليكم تتمتعوا بهذه النظرة. أنا نسكت على خاطر شهدرت بزاف. كانت هذه الحريرة الوهرانية بطريقتي، شفتها شحال جات تشهي سيغتو مع هذاك البوراك. بصح قبل ما نروح بغيت نعطيكم شويه معلومات. الحريره تختلف من بلاصه لبلاصه، كاين اللي يديروها بالتشيشه، كاين اللي يعقدوها بالخماره، الخماره اللي نعجنوا بها الخبز، كاين اللي يديروا فيها الخضره، البطاطا، لي كورجيت، كل واحد وش يبغي يدير فيها. وكاين حتى النوع تاع الحريره اللي يديروه بالفول والحمص والعدس. الحريره تختلف من دار لدار ومن عائله لعائله، تقدر حتى تختلف بين الام وبنتها والاخت واختها. اليوم وريت لكم الحريره الوهرانيه بطريقتي، ان شاء الله تعجبكم وتجربوها في يامات رمضان. ودرك ما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير، نتلاقاو السيمانه الجايه ان شاء الله في غوسات جديده مع جومبو. صحه فطوركم.